بسم الله وكذا وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا رافعين للواء الإسلام متمحور حول شهادتي لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش الكرام. نأخذ الآية التالية 50 من سورة ذو التيبن، يعني المائدة. أفحكم الجاهلية، شوف ربي دائما حتى بالصيغة يوريك لي ربي دائما حنين، حنان منان. وقتل يلوم لأنه فعلا يحبكم في خير، يحبكم في شر. أنتم مورطين في الشر، غارقين فيه، وتحسبون أنكم تحسنون صنعا. وقروا شوية من آيات القرآن في سورة البقرة، تو تشوفوا ترامب ومن والاه، شكون انا كيف تقول لا توجد الارض، يقول لك ما نحن مصلحون. قال نؤمن كما امن السفهاء، شكون السبي كيفكم انتم، فاقد العقل كيفكم انتم، يا كلب للترومبير ترومبي، وكل الجلغه اللي جايين بها، وكل عنصريه اكلي هكا زوقتها بطبع الانسانيه. منين جاتك انسانيه وانت عنصريه؟ حتى على اساس لون الجلد عنصريه كلب، فما بالك على اساس المال واساس الثقافات وغيره، وحق الشعوب في تقريم مصيره، وحق الشعوب الاحتفاظ بخيراتها. انتم نهاب يا كلاب، وانت حتى وانت في الرئاسه نهاب. هات لي وهات لامريكا، امريكا حاجتها بيا وانا ان نخدم بيها، ولذا خلوني وخليني ارتع في هذه الرئاسه، خليني حتى 4 سنين يز. شوف الساقط المهين هذايا وين يتقن اللعب، كيفاش يتقنه، كيفاش يقدر التلفيق، وكيفاش يقدر يقف على قدميه من جديد. وين يجي هكا مش يترنح وشنقلوه بالامبيشمنت الا وتلقانا الشيطان ارقد، ولكن الشيطان ارقد نعرفوا نهايته زين. انا لو ديمون اللي توجو مودي اللي توجو بني دو لابار دالله. والسلام.